نتابع مشاهدينا هذا اللقاء ونصل إلى التعيينات الأمنية. كمان بند تفجيري ممكن يكون على جلسة مجلس الوزراء، مش ضروري. طيب شو حيصير بهذا برأيك؟ يعني لحد هلا الوزير مشنوق ما عم بيقول شو بده يعمل بالاستحقاق الأقرب. في طرحين، الطرح المنطقي بيقول إنه طيب بكرة جاي قوى الأمن الداخلي، مدير عام قوى الأمن الداخلي بده حالة تقاعد بعد في جمعة، بعد في جمعة إنه من واجبات وزير الداخلية يطلع مجلس الوزراء يقول هذا المدير العام بده على التقاعد، وأنا جايب ثلاث أسماء اللي هني بطرح على مجلس الوزراء انه يتعين. لهذا الامر الطبيعي مجلس الوزراء بعود له القرار. اللي فهمناه اليوم من الجلسه من الطروحات وحتى من الاعلام قبل اليوم، يعني ما تفاجئنا، انه لا، في مطلب ممنوع انه نعين مدير عام قوى الامن الداخلي، بدنا نبحث مدير عام قوى الامن الداخلي قياده الجيش بلوزيته، مع انه قائد الجيش على مدى ثلاث اشهر بيقول لاربع اشهر يمكن ايلول. لايلول، لايلول نحن بالخمسه بشهر خامس، ما بعرف ايلول بالناس بيقولوا ابعد من ايلول كمان، بس المهم عم بيقولوا انه لا بوقته بينطرح كمان. العماد عون يبدو متمسك بوجه النظر وانه تناسوا ولا ما ولا راح وافق. طيب اذا ما وافق انا شو بنعمل؟ شو بيصير؟ هلا في وسيلتين. الوسيله الاولى انه يعتمدوا القرار اللي اعتمدوه بالماضي واللي كان في 10 وزراء عونيه بالوزاره وحلفائهم هن اكثريه مطلقه كانوا بمجلس الوزراء والوافق وسكتوا عليها. وقت المددوا العماد اهوجي مش وزارتنا اللي مددت له، وزارته اللي مددت له. هاي الوزاره اللي حملت كل هالمصايب، ما هي عبتورة شيء عملوه هني، يعني أول تمديد للعماد أهوجي مين عملوه؟ هني. طب ليه وقتها كان بده يمر أمراء وسكتوا عليه مش الحال هلا؟ لا وأنا ما عم بقول إنه ما عم دافع عن هذاك التمديد، أنا كنت مع إنه وقتها يطرح الأمر أن يعين قائد جيش مش الحال، أنا مع مبدأ تعيينه. لا بس هي كتير مهمة إنها تذكر فيها، لأنه وقتها، لأنه اليوم عم بيقولوا نحن دايما مع فكرة إنه في أشخاص ومعنويات الجيش وفي ضباط ناطرين حسب الظرف وحسب المصالح، هذا كله قايين يعني. بس وقتها صوتوا نواب العماد طلع على القرار، طلع على القرار، شو كان رأي وزراء التيار الوطني الحر؟ عفوا شوي، أولا القرار طلع من وزير الدفاع على زي ما عرض على مجلس الوزراء، بس طبعا مجلس الوزراء عرف، ومجلس الوزراء مثل ما اليوم عم يصير قضية أرسال وراح يصير كان فيني يسروها. طيب ليه وافقوا هذيك وقتها؟ يعني هني وافقوا على سابقة، نحن عم نتعاطى مع سابقة عملوها هني، مش نحن عملناها وقت كانوا هني بالحكم. نحن هلا جايين الحكومة فيها من كل الأطراف، بالوقت الماضي كانت نحن غايبين عن الحكومة، كانوا هني ساكتين وقابلين بالقصة، مثل قصة المحكمة الدولية، المحكمة الخاصة بلبنان. طيب الماضي الرئيس مئاتي إجا أمن الأموال للمحكمة الدولية وضلوا ما عملوا قصة. اليوم ممنوع تكون بالموازنة، يخي حاش تكذب على بعضنا، حطيناها بالموازنة كبند ولا دفعنا لهم يوم عم فعلا كمان من الدولة، يعني من خزينة الدولة قصة زيتها. أنا بقصد هول إنه في طريقة للتعاطي مع هذا الأمر منطقية وعقلانية، وهذا الأمر طبيعي إنه أنا مع إنه يجي وزير الداخلية يطرح هذا الأمر على مجلس الوزراء، يتحمل مسؤوليته مجلس الوزراء، يختار من يراه مناسب. عند حلول الفراغ بقيادة الجيش قصة زيتها تعتمد، ويختار من نراه مناسبا أو من يحوز على أكثرية الثلثين، لأنه هي بدون ثلثين. بس مش هيك رح يصير مثل ما يبدو. أنا 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 معلوماتي اللي شفتها اليوم إنه لا، بكرة رح يفضوا إنه يطرح قضية الأمن الداخلي لحالة، بدي تروح تنسوا. وهذا طبعا في يعني في وجهة نظر حقيقية يعني العلمية، أنا أقول أنا بالنسبة لي كوزير ونائب ماروني، أنا ما بقبل يتعين قائد جيش بدون رأي رئيس الجمهورية، لأنه أحد العوامل الأساسية لقيام عهد جديد هو أنه رئيس الجمهورية يكون له رأي كبير بتعيين قائد الجيش، بتعيين مدير عام الأمن العام، وبتعيين مدير المخابرات. هذا أمن عهده، أمن اللبناني اللي هو حلف يمين، هو الوحيد بالدولة اللبنانية بحلف يمين عليه. أنا ما بقبل. أنا هو قائد على القوات المسلحة. هو القائد على القوات. بس خليني لك شغلة. طيب أنا اليوم نحن موجودين بآخر شهر أيار، بيعتبري بسبتمبر بآخر أيلول أو بتشرين، يمكن أكثر تشرين عن معلوماتي، إنه بوقتها بيصير في فراغ بالرئاسة، إنه هلا في أكيد تصميم من هلا أيار لوقتها ما راح ننتخب رئيس جمهورية. طب ليه أنا بدي أعين قائد جيش بدون رئيس جمهورية؟ مش هيك رايحة الأمور؟ أنا بتمنى ما تروح هيك، إلا إذا كان في خطة. شو حيتغير بالوقائع والمعطيات؟ إذا كان المقصود إنه عمره ما ترجع على البلد، المهم أو أنا بنعمل أو نحن بنقرر اللي بدنا إياه بهالبلد من شخصية رئيس جمهورية أو بلد ما فيه. لا في إذا كان هيك المقصود لشو نعمل جيش لك؟ في باكج جديد مرتبط بكل المنطقة، بكرة لما ينعمل مؤتمر ما. نحن ما تأخذيني بضاعة جاية هلا بكونتينر ما بعرف من أي بلد، ما بنعرف أي بلد بدنا يذكرها، نحن الشعب اللبناني بعد أصحاب القرار، نحن أصحاب القرار. هذا المجلس عم بيدعيكم على استفتاء، ما بيمشي الاستفتاء. معلش خلينا بهالمنطق نحكي فيه، معلش شوي.
طيب الا هذا المجلس السيء الممدد لنفسه الغير الشرعي الغير الدستوري اللي بده يسب له هذا المجلس اذا انتخبوا العماد عن صار دستوري ما هيك بيقبل فيه هلا هلا هو عم يتفاهم سمير جعجع مع حفظ الالقاب الاثنين انه تعال نتفاهم مشي معي يا سمير جعجع ومش حال مش ننزل عمل هلا المجلس النواب اذا انتخبوا مش العام بصير دستوري واذا ما انتخب مش العام بصير دستوري غير دستوري لك شو هالمنطق هذا لك عم ليه المنطق ليه بدنا نضيع عن المنطق ويصير في عمليه فرض راي انا لاني عم بقول هيك معي حق. مش صحيح هالكلام هيدا الدكتاتور بيعمل هيك انظمه الدكتاتوريه عم تسقط لك حوالينا عم تسقط بلبنان بدنا نعمل نظام دكتاتوري لانه واحد قرر هيك او لانه حزب قرر هيك لا اسمحوا لنا فيها هذا البلد للناس هذا البلد لكل اللبنانيين نحن بدنا نتفاهم اذا العماد عون عنده حظ يعمل رئيس جمهوريه اهلا وسهلا فيه ما عنده حظ ما في يفرض علينا حاله علينا بالقوه هذا المنطق ما بيركب هيك ما بتبنى الدول هيك شو بيبقى من لبنان اذا عملنا هيك طيب في البعض بيقول لما انتم هالقد بتصعدوا بقصه رئاسه الجمهوريه وهالقد مصرين نحن عم نصعد لا بمساله انه الانتخاب والإصرار على الانتخاب وإصرار وجود رئيس طب جيبوا العماد ميشيل عون بماذا يختلف عن غيره يعني إذا كان هو بالكرسي الأول اليوم أو كان عنده حصة وزارية موجود صار في تجربة موجود وين ما صار كان في تجربة وفي حكم بالتعطيل صار في تجربة للعماد عون 1988 كان في ظرف مختلف كان بحرب وقت استلم ما كان في حرب بس استلم كمان استلم بفراغ وقت استلم ما كان في حرب قرر يعمل حرب لحاله ما هي التجربة يعني علمت الناس انه لا هذا البلد بده حكمي مثل ما قال البترك بده ثقافة سياسية بده احترام الغير بده قدرة يجمع اللبنانيين في فريق اللبنانيين بيعتبر انه العماد عون مجرد يعمل جمهورية جاي يصفيهم يعني بس كمان عم ترجع تورط البترك بموقف ضد العماد ميشيل عون أنا عم بقرأ يعني لما يقول حكمة ويجمع اللبنانيين كأنه عم بتقول انه شال العماد عون من المعادلة ابدا 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 بالعكس من هو صاحب الحكمة وجمع اللبنانيين ما راح اسمح لنفسي اقول شو قال البترك لانه مجالس امانات بس البترك بدي اقرا كلام قاله هو ونريده قويا على رئيس الجمهورية نريده قويا أولا نصنع في لبنان ومن لبنان وهذا بيأكد وجهة نظرنا لا بدنا ننطر إيران شو بدها ولا السعودية شو بدها ولا أمريكا شو بدها ننطر جيرور وحيجي شو ما بدك بتلاقي بكلام البترك اللي بدك إياه بتلاقيه لا لا عفوا شوي ونريده قويا في شخصيته الحكيمة الراقية المنفتحة الغنية بعطاءاتها المثقفة المتمرسة بالحنكة والدراية القادرة على جمع اللبنانيين حول دولة عادلة وقادرة ومنتجة ليه ما بيشبهوا العماد ميشيل عون هالصفات؟ هو بيشبهوا؟ عم بسألك إذا أنت عم تسأليني حيا في مشكلة إذا أنت عم تسأليني أنا صحفية عم بس أيها ما بتنطبق على عماد ميشيل عون صحفية اللي بسقفي فهمت منها أنه بينطبقوا هودي لا تبع مين بينطبقوا شيخ بطرس؟ اكيد مش بقدر جاوبك انه ما بينطبقوا عليه حضرتك فيك تجمع اللبنانيين؟ هلا هذا موضوع ثاني لا بس انا ما بدي لازم اسالك انت مرموني ومرشح موجود موجود بالحياه السياسيه من سنه 92 ما بدي حقوق ايه كبير ما بدي اسمك مطروح يا سيدي بصراحه يا سيدي انا مش طارح اسمي ولا بدي فوت بهذا فيك تجمع اللبنانيين؟ انت كان في محاوله اغتيال ضدك متهم فيها حزب الله ما بدي فيك تجمع اللبنانيين؟ ما بدي فوت بهالجدليه وما عم بحكي عن حالي انا عم بحكي عم تساليني تنطبق هالمواصفات على مدام بقول لك لا هلا بتقولي لي عميل موضوع ثاني بس ما تفوتيني انا على اساس اني عم بحكي الكلام لاني انا لرايي شخصي انا معك انا مشغول بالي مشغول بالي عم استقبل الشباب الطالعين والصبايا الطالعين مشغول بالي عم استقبل اولادي مشغول بالي عم استقبل لبنان انا ما عندي شك مشغول بالي عم استقبل المسيحيين بلبنان ما عندي شك بذلك بس فيك تعطيني اسم مروني بتنطبق عليه هذه المواصفات اللي هي مواصفات الحقيقة خليه يفكر فيها يعني شوي كبيره لاني بدي ارجع ادرس سؤال المواصفات وبدرك شو رايي بالدكتور ما حيطلع معك حدا لكن يمكن ما يطلع معي حدا شو بس بيطلع منقي على الاحسن على الاقرب أو بدك, مش على المضاد أو بدك تختار مش على المضاد على أو بدك تختار حدا ساعتها من اللي بيقدروا يجمعوا اللبنانيين لأن ما في فريق لبناني بيستقتل ضده بدي أكد لك شغلة يعني ما في فريق ضده بالمطلق يعني أنا بقدر ما أنا مش مؤيد ميشيل عون بانتخابات الرئاسية بقدر ما أنا ضد أي واحد ما له رأي ولا له لون ولا له موقف سياسي لكن قصة الجمع اللبنانيين هيدي بدك تسحب ليها عفوا شوي فيك انك موقف وتطليتي بس مركز الرئاسي تحكي مع كل اللبنانيين وتجمع اللبنانيين لا هيك عم بيقدم حاله العماد ميشيل عون عم بيقدم حاله الرجل التوافقي اللي ممكن بس تاريخه ما دلل انه هو قادر يجمع اللبنانيين الحقيقه ما في مره تعاطى العماد عون الا قصه من اللبنانيين بكل اسف كنت بتمنى لو العكس لو بتمنى لو العكس بدي ارجع الى قياده الجيش حضرتك اشادت بالجنرال شامل ركوز وقلت انه كتير جيد وعن اقتناع انه ضابط ممتاز طيب عظيم بيعمل مركز ثقل يمكن كمان بالتيار الوطني الحر يعني انا مقتنع انك مقتنع
بيعمل مركز ثقل آخر إضافة بالتيار الوطني الحر ربما مقابل غيره. يعني في نظريتين بتقول أيوة. إنه شامر روكو إذا عمل قائد جيش بيقوى بالتيار الوطني الحر بنفس جبران بسيط. المطبخ العائلي فوتي لحالك أنا بدي بالصالون. في في نظرية بدي فوت على المطابخ. أنت فوتي لحالك. مع إنه ما بعرف أطبخ. ما بحب ريحة الطبخ. طيب بس بمحل تاني البعض بيشوف إنه بالعكس شامر روكو إذا طلع هلأ وقت تقاعده بده يتفرغ للسياسة وبده يستلم التيار وبده ينظم الأمور والناس بتحبه لأنه لم صرح ولا حيكي وجاي بالبدلة العسكرية بيعتبروه قيادي. كلام منطقي. أنا ما عندي تعليق عليه يعني بالعكس. بمسألة قيادة الجيش ما حنفوت على المطبخ بدنا نرجع إلى قيادة الجيش نضل بالسلو. بقيادة الجيش اليوم إذا ما عمل الجنرال هذه المناورة وحشر تيار المستقبل بمطرح والمجلس الوزراء وبوضعنا الأمن المترهل إنه بدكن استمرارية كيف ما كانت هذه الاستمرارية يا بدكن تعينوا شخص جديد بدكن تعينوا كمان بقيادة الجيش بدكن تمددوا ما بعرف للواء بصبوص بدي بالمقابل قيادة الجيش مظبوط مش هذا مش هذا المطروح نحن مش فاتحين دكاني وبزار لا بس مش هذا هو عم بيطرحه طيب بس الدولة مش هيك طيب بس السياسة كمان مناورات ومفاوضات وواحد كل واحد بيشوف شو بيقدر يحصل بس هذا المنطق أنا ما بدي أمشي فيه وأنا ما بقبل أمشي فيه إنه بتعطوني كذا ما هيك الدولة ما هيك البلد دولة القانون ما هيك دولة المؤسسات ما هيك كل حكومة بيعمل عليها معركة بالآخر ليجيب شخص مذكر كم معركة رح تصير سقفتنا هلأ إنه شو بده الجنرال تيجيب مثلا صهره بيضل 7 أشهر تيقبل بالوزارة إذا ما إجا صهره بالوزارة بدويها ما تلبش الوزارة تنحل المشكلة راح اجتمع بسعد الحريري في سبيل فتح حوار بركي بيعمل رئيس جمهورية قبل إنه صهره يتخلى عن وزارة الطاقة ما هيك بصير الشغل ما هيك الدول أخذ وزارة أدسم بعنده عليه على صهره بس بالنهاية بيرجع بتوصل انه ياخد اللي بده اياه وحبت مسك انه انت برأيك انه هيك انه لا انا عم بسأل انه بركي اذا يعني بتقصدي تقولي انه هذا الرجل المنفتح على كل الناس القادر يعني جمد البلد 7-8-9-10 أشهر 11 شهر تم بسلامه في وصله مشان انه صهره ياخد الوزارة الفلانية الفلانية بتعتبري انه هذا منفتح على كل الناس وقادر يعمل حوار على كل الناس ولا بيفرض رأيه على كل لما الناس لما اجى القرار انه قعدوا مع بعض بمجلس وزراء مشيت الامور قرار منين اجى قرار البعض يجمع انه كان في هذه المظلة الخارجية انه هيئة الاتجاه رايحين في فراغ عملوا حكومة قعدوا مع بعض بالحكومة وخلوا ديروا هذه الحكومة خليها تستمر تما يفرط الوضع بالبلد يعني الا مجموعة مصالح اكيد مجموعة مصالح بتقرر على حساب اللبنانيين شو بدنا نعمل كيف بدنا نأمن وجودنا واستمراريتنا وشغلنا السياسي في البعض بيقول 400 كبير. سنة تاريخ هذا البلد هيك مش 40 و50 سنة ما حياته كان بهالصورة كان أبشع بعض الأحيان كانوا يخجلوا أكثر كانوا يخجلوا يقولوا يعني هائلة امبارح أنا بذكرى تكريم بيير صادي وإطلاق الطابع التذكاري باسم بيير صادي أنا أتيت على الكلمة بالذات تحية كبيرة أيام طبعا بوجه له تحية كثير كبيرة إنه أيام كان بيير صادي أيام كان كلمته قاطعة كاريكاتيره قاطع طبعاً. لأنه كان بوقت عم بيتعاطى مع السياسيين بيخجلوا من رأي عام إذا أخلوا بالأمانة يعني رأي عام كان له قيمة كانوا كان في أمانة بين دين وحافظ عليها كانوا يستحيوا إذا أخلوا بالأمانة اليوم لا اسمح لي ما عم عمم في كتير ناس ممتازين وما بسمح لنفسي عمم أبدا بس لا في بعض التصرفات ما لها علاقة لا بالمصلحة العامة ولا لها علاقة بما يسمى الخجل من الرأي العام أو الوقوف عند الرأي العام عند رأي الرأي العام طيب بدي أرجع إلى مسألة سؤال الرئيس بري هل تعطيل المؤسسات يؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية أبداً. سأل السؤال بالمطلق أبداً. بس اليوم اللي بيجي بيطلع بيقول أنه أنتو مسألة المجلس النيابي وتشريع الضرورة وغير تشريع الضرورة أنه ما في رئيس جمهورية ما فينا نروح نشرع طب هذا البلد يعني لا انتخاب رئيس ماشي اذا عم تحكي معي خليني جاوبك انا شو موقفي تبع تخديني تبع تخديني بموجة الاخرين انا قلت اكيد ما فينا البلد نمشيها كانه ما في مشكل غياب رئيس جمهوريه اساسي وبيترك مشكل بالبلد ونحن عم نقول تبع توقف مصالح البلد تما توقف مصالح الناس ونضر البلد وينهار البلد نحن انا بقول مع تشريع الضروره انا مع تشريع الضروره هلا مفهوم تشريع الضروره طبعا مش مثل اول جلسه دعينا انشاء رابط نقابه الممرضات هي مش تشريع الضروره انا بعرف لهم حق بس انه مش هي بالضروره بتقلي في عقد في قرض بنك الدولي جايب البنك الدولي للبنان ب 50-60 مليون دولار لمشروع حيوي للناس واذا ما عملناه بيسقط لا عم بقول عم بعطي مثل واذا ما عملناه بيسقط اللي كهذا ضروري بس اذا ما عملناه ما بيسقط كمان مش تشريع الضروره بس اذا بيسقط ايه يعني هو النوع اذا مثلا الموازنه
ما عملناها. أنا بعتبر تشريع الضرورة دور المجلس الأساسي أنه يعمل سياسة الحكومية اللي هي بالموازنة. حسب وزير المال على شفير السقوط هذه المسألة. أنا من رأيي ما في موازنة. ما حاجة تحكي على بعض. في موازنة أو ما في موازنة؟ وين تشريع الضرورة؟ يعني هذه مسألة بدها قانون، هي مش ضمن موازنة. طبعاً بتشريع الضرورة هم نرجع على التشريع، بس بدك مجلس نواب، مجلس وزراء اللي فيها. يعني اليوم وقت بمجلس وزراء فريق عم بيقول، حزب الله عم بيقول نحن بنرفض بأي صورة بالصور أن يورد اعتماد بالموازنة اللي هي بدها تتضمن كل نفقات الدولة المعروفة. إن نرفض أي نفقة لتمويل المحكمة الدولية خصوصة لبنان بنفقات المحكمة بنرفضها. وبعدين وحزب والتيار الوطني الحر بيقول نحن بنرفض أي موازنة بتتضمن ضم لائحة سلسلة الرتب والرواتب القرارات الحكومة اللي كان فيها التيار الوطني يمثل بعشر نواب بعشر وزراء. شيء غريب هالشغلة. طيب حضرتك هذا المنطق الحقيقي ما معقول يضل هيك فيه. نعم. وسكتي حضرتك المشرع الكبير يمكن أحد أكبر المشرعين اليوم بالمجلس النيابي كلهم أحسن منه. تجي بتطلع بتقول أنه بهذه المسألة بتعمل معركة مثل ما عملت معركة باتجاه بكركي، تجيب النواب وتقول لهم في مسائل ضروري طبعًا. ننزل مثل ما عملت عند البتراك طبعًا. تعمل طبعًا. عند الرئيس طبعًا. بري وهن بدهم تشريع ضروري، يعني عم بيصرخ وزير المال وعم بيقول ضروري إقرار هذه المسائل، البلد عم بيخسر، البلد عم بينهار، تحركوا. أطلق يعني صرخة كبيرة. إذا صار اتفاق على سلسلة الرتب الرواتب برغم أني بتبرأ مش من تشريع الضرورة المفهوم القانوني إلا أنا تشريع اجتماعي ضروري أنا بيبشي فيه. وأنا بدي أكد لك شغلي أني أنا هذا الموضوع أنا شكوت منه، أنا خط معركة فيه وأنا حاولت أقنع كثير من الأطراف الممتنعين عن الموضوع تنزلوا على مجلس النواب أنه مشكلة وقعت وقت بلش بعض الحوارات الجانبية اللي أدت لمراعاة جانب بعضنا، سواء سيرنا بعضنا بمواقف معينة من جلسات مجلس النواب. يعني بتأسف أقول أنه مع ترحيب الكبير بهذه الحوارات تبع المستقبل وحزب الله والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مع ترحيب الكبير بالحوارين، إلا أنه في بعض الأحيان عطيت انطباع أنه الناس لازم تنطر نتيجة الحوار تشوف كنا نعمل رئيس جمهورية، الناس تنطر نتيجة الحوار تشوف شو بدنا نعمل الخطة الأمنية وا. وأنا برأيي لا، مش لازم نربطهم بعضهم. الحوار يجب أن يذهب إلى القضايا الأساسية، مش لازم ننطر نتيجة مشكلة الشرق الأوسط تنحل تنعمل رئيس جمهورية أو تنحل مشكلة العماد ميشيل عون والدكتور سامي جعجع والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ننتظر تنتهي الحوار ويتوافقوا على كل شيء تنعمل رئيس جمهورية. لا، هيدا ما له علاقة. الرئيس بعتقد أنا الدكتور جعجع قال هالكلام، قال قصة مش قصة رئيس جمهورية مش مرتبطة بالحوار. هلا العماد عون طبعا لا، هو مرتبط بالحوار وإذا في حوار بسبب هيك، ما هي مشكلة البلد. ما في هذا النوع من المنطق اللي هو ما له علاقة بمنطق الحياة الطبيعية والديمقراطية في نظام ودولة قانون وحق. ما فينا أي ما فينا نستمر بهذا المنطق ونفرضه على الناس إنه مش الحال. لا، البلد عم تروح لخلف والبلد مهددة بالانهيار والمؤسسات مهددة بالانهيار، ما فينا نكفي هيك. طيب بس ما قلت لي لحد هلا شو الحل برأيك اللي حيصير بالتعيينات؟ لواء بسبوسة التعيينات؟ رأيك لواء بسبوسة يستمر بالنتيجة بالمحصلة؟ صرت حاضر معارك سياسية. في حالتين أما أنه بده يعتمدوا نظرية استمر اللواء بسبوس مثل ما اعتمدوا، وهي ما بدها مش وزراء، هيدي بقرار وزير الداخلية بيتحمل مسؤوليته. بتسأليني رأيي لأنه في إيه ولا فيها، وأنا مش كتير متحمس لهذا الشغلي. ما علينا اللواء بسبوس رجل إدمي وبيستاهل أنه يستمر، بس ما له علاقة بإدميته بس. بس بالقانون من ناحية العملية مفروض وزير الداخلية يطلع على مجلس وزراء ويقول أنا بدي أعين واحد من ثلاثة، قرروا قولوا مين. إذا مجلس وزراء قال لا بنحكي على الدستور، شو بيعمل وزير الداخلية؟ عنده حيل الحل من حلين، او انه بيعين اللي هو اعلى رتبة بهيدي النيابة اللي بسموها، وما بعرف اي طائفة بيوقعوا يمكن هون تخلق خلل سياسي ما وتشغل بال ما، لانه الضباط هودي على شهرين ثلاثة طبعا. ما بعرف ايش فينا نعمل امن بضابط بيتولى قيادة قوى الامن لشهرين ثلاثة، ما بعرف الدليل الحقيقة. او انه بده يقول لا، من المصلحة لاستمرار هذا المرفق الهام الأمني والخطير في لبنان يمكن ياخد قرار أني أنا مثل ما عمل لجان أهواجي للعميات جان أهواجي بدي أعمل أنا اللواء بسبوس ومدد له، وهذا قرار بيرجع لوزير الداخلية بيتحمل مسؤوليته. طبعا وزير الداخلية في إطار شو يعني بيتحمل مسؤوليته؟ بمعنى هو مسؤوليته إيه، بس حضرتك وزير بالحكومة شو بيكون رأيك من هكذا إجراء؟ أنا بالنتيجة أنا ما عندي مانع يلتقى حل يضل يتأمن استمرارية المرفق. طبعا. ما في مزح. وبالنسبة بالنسبة لقيادة الجيش رغم عواطفك الحقيقية تجاه بس توصل جنرال روكوس، ماذا عن تنشوف شو الظروف طبعا. كيف الحل برأيك؟ تنشوف شو الظروف تبع الحياة بوقت أنا برج بهدوف، بس أنا موقف المبدأي معروف شو هو. نعم، فاصل مشاهدينا ونعود إلى هذا اللقاء المباشر مع الوزير بطرس حرب.